السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أذواق. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبأحسن أحوالكم. اليوم إن شاء الله راح نعطي لكم طريقة سهلة وبسيطة ولذيذة جدا لإعداد صدر الديك الرومي بتتبيلة جد بسيطة، وريحة نرافقهم مع هاد لابيوري. لابيوري راح نعطي لكم فكرة ممتازة رايحين تطيروا بها هاد لابيوري، وان شاء الله تعجبكم اكيد، خاصة النساء العاملات اللي يدخلوا متأخرين للبيت ويحبوا يجهزوا يعني عشاء سريع لولادهم. اذا شوفوا معايا الطريقة والمقادير. اول شيء بديت به، انا قشرت البطاطا تاعي، قطعتها قطع صغيره كما راكم تشوفوا باش توجد بالخف. انا حطيتها في لاكوكوت، درت لها كميه تاع الماء غير شويه، يعني قسمه تغطى البطاطا وخلاص. نغلق عليها لاكوكوت ونخليها تطيب، ما راحش تدي لي وقت، تدي لي حوالي 10 دقائق الى ربع ساعه على الاكثر. والان بعد ما طابت البطاطا تاعي ندت لي سوسوا ربع ساعه، يعني ربع ساعه كانت طابت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا، ونشفت شويه من الماء تاعها لانه ما كثرت لهاش الماء. فهذا الاثناء راح نضيف لها ملعقه كبيره تاع الزبده، ونضيف لها قطعتين حتى ثلاث قطع تاع الجبن. هذا الفخوماج راح يعطي لها ذوق رائع. جربوا هاد لابيوري بالجبن، اللي ماشي موالفه ديرها ديرها لانها ممتازه. ونزيدوا لها شويه تاع الحليب، حوالي نصف كاس. ونروحوا للنقطه المهمه جدا في هذا الفيديو، اللي هي الطريقه اللي نرحيو بها هذا لابيوري، اللي هي بالباتور. اذا شوفوا معايا الطريقه. نشعلوا الباتور على اعلى سرعه، اذا كي تشوفوا لابيوري تاعكم ولات ليس راحين تتوقفوا. بالنسبه للقوام تاع هاد لابيوري انا درتها شويه، يعني ما هي خفيفه بزاف، ما هي ثقيله كما راكم تشوفوا. اذا تحبوها خفيفه اكثر من هكا ممكن تزيدوا كميه الحليب، ولا لابيوري تحب الزبده، يعني كميه الزبده راح تكون على حسب كميه البطاطا. انا هنا درت حوالي ملعقه كبيره لكن عمرتها مليح، ممكن تضيفوا اذا كانت كميه البطاطا اكبر. اذا الان نروحوا نقدموا مع بعض هذا لابيوري. اذا لابيوري تاعنا راهي واجده، راحين تتحصلوا بهذه الطريقه على واحد لابيوري بزاف يعني ليس، ما فيهاش كامل الحبيبات، رائعه بالباتور، يعني فكره ممتازه خاصه للنساء العاملات اللي يجوا متاخرين للبيت يعني ويحبوا يديروا حاجه سريعه. انا رافقت هاد لابيوري مع ليسكالوب، درت تتبيله بسيطه جدا لهذا صدر الديك الرومي، درت له فقط الفلفل الكحل والملح وخليته شويه فيهم، ثم حكمت ملعقه تاع لاموتارد، درت لها شويه تاع قطرات تاع الليمون، ودهنت بها بالبانسو، فوت على كامل هاد ليسكالوب وقليتهم في ملعقه فقط تاع الزيت. هاد الطريقه تعطي لكم نتيجه ممتازه، صدر ديك الرومي طري وبنين بزاف، نتمنى تجربوها. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، وان شاء الله تعجبكم اكيد. اذا عجبتكم الفكره ما تنساوش جام للمزيد من الافكار والوصفات، بارطاجيو حتى توصل للاكبر قدر ممكن من الاصدقاء. نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.